يفتتح في ميلانو حوض لركوب الأمواج، هو الأول من نوعه في البلد والأكبر في العالم. تصنع فيه موجات اصطناعية تتيح للشغوفين بهذه الرياضة ممارسة هواياتهم. وبات من الممكن ركوب الأمواج على بضعة كيلومترات من وسط المدينة الواقعة في شمال إيطاليا، وعلى بعد 150 كيلومترا عن البحر. وهذا المشروع هو الأول من نوعه في البلاد، وقد سبق أن طبق هذا المفهوم منذ حوالي 40 سنة في بلدان عدة مثل الولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا وماليزيا ودبي